طعام وأكل حق الناس وكذا، هذا ما يجوز. صنعة الطعام للناس لا تجوز في العزاء، بالعكس الناس هي اللي تهدي لكم الطعام. أهل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لأن الناس هم الذين يسوون العزائم ويجمعون الناس غدا وعشاء، هذا ما يجوز هذا.